خدني يا طارق. اهدي اهدي، اغسلني وبنبي. مش هسيبك والله، مش هسيبك. طارق انا هموت صح؟ لا مش هتموتي. هنعمل لها تحليل سريع قبل ما نحجزها. هتحجزها ليه يا دكتور؟ دي حامل، الطفل مشوه، لازم نعمل لها عملية كحت احسن تتسمم وتموت. لا انا مش هعمل تحليل، انا عايز امشي. عايز امشي طول. ليه تحليل؟ لا تعطي مخدرات. وانت مال اهلك؟ بشم كمان. انا مال اهلي؟ طب ايه رايكم انتوا الاثنين هتعملوا تحليل ولا انده لكم الامن؟ طارق انت قسما بالله لو قربت من اي حد فينا انا هشوي لك وشك. هتروح بيها فين؟ هتموت. اخلص مالكش دعوه. يلا مش 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 قادره يا طارق، مش قادره مش قادره. تسمع كلامها، لو اتحركت هتموت، العيله اللي في بطنها هيسممها. يلا بقول لك امشي امشي، هيحبسوك. هبقى تمام، انا هبقى تمام. هاتوا الآلة بسرعة، دي لازم تدخل أوضة العمليات حالا.